بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول أمر من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم ولا باب مدرسته إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أنه يشاء يشيح في قبره فمضى إليه. وقال إن هذا زارني مرة ولقد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك شرار. وقال رضي الله عنه عثر سيد الحلاج عثرته فلم يقول في زمنه من يخذ بيده ولو قلت في زمنه أخذت بيده وأنا لكل من عثر بقلبه من جميع أشواقي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. أخذ بيدي كل عثر حيا وميتا فإنك رأسي مسرور ونحي منشود وسيفي مشهور وقوسي موتور بحب مريدي وهو غافر. وقال رضي الله عنه انا نار الله الموقدة انا سلام الاحوال انا بحر بلا ساحل انا المغفور انا الملحوظ يا سواه يا اقوال يا اهل الجبال تكتمانكم يا اهل الصوامع دل صوامعكم اقبلوا الى اهل من امور الله. يا رجال يا بطال يا اقفال هلموا الي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له. يا عزيز انت واحد في السماء وانا واحد في الارض يقال لي بين الليل والنهار 70 مره وانا اخترت لنفسي ويقال لي ايضا 70 مره ولتسمع على عيني. وعزت ربي ان سعدا واشياء يعرضون علي ويوقفون لدي وان نور عيني في اللوح المفروض مبين. انا فارس في بلعهم القديم انا حجه الله عليكم يوم العرض انا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمع منك قال شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت حتى كلمني يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحق عليك شرب وما أكلت حتى قيل لي بحق عليك كل وأنك من رادى تجيء سالي تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا النصف وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم هو تعالى فاسألوا بي. وكان رضي الله عنه أسمى الله مقرن الحاجبين عريض لحية طويلها عريض صدر نحيف البدن ربع القامة جمالي الصوت بهي الصوت سريع الدمعة شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق
الحق أبعد الناس عن الفوش وقربهم إلى الحق شديد المسيرات هي محال الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربه ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه وكان التوفيق رائدا والتأييد معارضا والعلم مهددا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزا والمعرفة حرزا والخطاب مسيرة واللهب سفيرة والأنس مدينة والمسك مسيلة والشرك راية والفتح بضاعة والعلم بيعة والذكر سميرة والمكاشفة فداء والمشاهدة شفاء وآداب الشجاعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة وجه التفيد والموافقة مع التدري من الحول والقوة وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبودية سمنة للمهد كمال الربوبية فهو عبد السلام مشابة تفرق دين مرافقة الجميع مع لزمك الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأحواله أظهر لشمس كثيرة وكانت وفاته جلت علينا بركته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ماهر يزار ويقسم برسائل الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم أشرف فحاذر يتوالي عليه وأمننا بالأسرار التي أودعتها لديه.